أينما كنتم مشاهدين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار الرئيسية من قناة عدن الفضائية، نبدأها بأبرز وأهم العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي ملك المملكة الأردنية الشقيقة بوفاة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت. هيئة رئاسة مجلس النواب تدين وتستنكر الغارات العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تستهدف المدنيين الأبرياء. رئيس الوزراء يتسلم رسالة خطية من نائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد تتعلق بالعلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها. إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعث برقية عزاء ومواساة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الشقيقة، وذلك بوفاة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت. وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وباسم أعضاء المجلس والحكومة عن خالص العزاء والمواساة لجلالة الملك وحكومة وشعب الأردن الشقيق بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. عبرت هيئة رئاسة مجلس النواب عن استنكارها وإدانتها بشأن الغارات العدوانية العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تستهدف الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن استشهاد وجرح الآلاف من المدنيين. وأكدت هيئة رئاسة المجلس النواب في بيان إن ممارسات إسرائيل العنيفة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والأخلاق الإنسانية المتعارفة وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية، مشيرا إلى أن الاستمرار في هذه الغارات العسكرية العشوائية والتصعيد العنيف يجب أن يتوقف فورا، مجددا وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والدفاع عن نفسه وانتزاع كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعيا الجميع للعمل معا من أجل تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة وإنهاء الاحتلال والقمع وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الأعمال الوحشية وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين العزل. تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك رسالة خطية من أخيه نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تتعلق بالعلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بلادنا محمد الزعابي الذي سلمه الرسالة، حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود المستمرة لإحلال السلام في بلادنا وجوانب الدعم المطلوب لإسناد الحكومة في مواجهة التحديات القائمة بما يخفف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني والتي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة وإشعالها للحرب. وحمل الدكتور معين عبد الملك السفير الزعابي نقل تحياته إلى أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية رئيس الوزراء حاكم دبي وتقديره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، وأشاد رئيس الوزراء بالتدخلات الإنسانية والتنموية للتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتخفيف معاناة الشعب اليمني وإسناد جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية. من جانبه جدد السفير الإماراتي دعم بلاده للحكومة اليمنية في مواجهة التحديات وما تقوم به من إصلاحات هامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والخدمي، مؤكدا دعم الإمارات لكل الجهود الإقليمية والأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن.
ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعر اجتماعا موسعا لرؤساء الهيئات ومدراء الدوائر والمؤسسات بوزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة المستجدات والاطلاع على سير العمل التنظيمي والإداري. وناقش الاجتماع الذي ضم نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر ومساعد وزير الدفاع اللواء الركن عبد رب القشيبي التقرير الأسبوعي حول مستجدات الأوضاع الميدانية واعتداءات وتحشيد ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات القتال وتعامل قوات الجيش معها. وأوضح وزير الدفاع أن المسؤولية الوطنية تستوجب مضاعفة الجهود والتعاون والتنسيق والعمل بروح وطنية لتنفيذ المهام الموكلة والانضباط في تنفيذ الأوامر وتطوير عملية الضبط والربط المالي والبشري والعملياتي والالتزام باللوائح والأنظمة. وقال وزير الدفاع إن معركتنا وقضيتنا واحدة والواجب الوطني يحتم علينا العمل معا من أجل تعزيز وحدة القوات المسلحة وتماسكها ويحفظ هيبتها ومكانتها والمضي في بناء المؤسسة العسكرية وفق أسس صحيحة بعيدا عن المحسوبية والولاءات الضيقة. إلى ذلك اطلع وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري على سير العملية التعليمية وبرامج التدريب والتأهيل بالكلية العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن، وأشاد بمستوى التحصيل العلمي والأكاديمي في مختلف تخصصات وأجنحة الكلية والتفاني في التدريب والتأهيل والاهتمام باللياقة البدنية، لافتا إلى أن الكليات العسكرية هي مصنع الرجال والقادة والركيزة الأساسية لبناء المؤسسة العسكرية. وأكد الوزير الداعري أن القيادة السياسية والعسكرية تولي الكليات العسكرية اهتماما كبيرا لإعداد وتدريب وتخريج ضباط على أعلى قدر من الكفاءة حتى يتمكنوا من تدريب وبناء قدرات منتسبي القوات المسلحة في مختلف الوحدات العسكرية. ترأس وزير العدل القاضي بدر العارض اجتماعا بلجنة المناقصات والمزايدات لمناقشة احتياجات المحاكم والهيئات التابعة للوزارة من المطبوعات القضائية من السجلات والدفاتر القضائية المختلفة. ولفت وزير العدل إلى أن الوزارة تحرص على توفير المطبوعات القضائية أولا بأول حتى لا تعاني المحاكم من عدم وجود المطبوعات مثل ما حدث خلال الأعوام الماضية. وناقش الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة للقطاع المالي والإداري عضو اللجنة القاضي طارق العزاني احتياجات المحاكم من المطبوعات مع قرب نفاذ الكمية السابقة وزيادة طلبات المحاكم وضرورة توفير كميات خلال الفترة القادمة. هذا وأقر الاجتماع بدأ إجراءات المناقصة ورفع الاحتياجات والتكلفة التقديرية. كما أقر تحديد اللجنة الفنية للمواصفات برئاسة الوكيل المساعد لقطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي علي الحداد. دانا وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على اختطاف رئيس نادي المعلمين أبو زيد الكوميم بعد محاصرة منزله في العاصمة المختطفة صنعاء واقتحامه وإطلاق النار عليه بشكل عشوائي وترويع أسرته على خلفية مطالباته بصرف مرتبات المعلمين. وأوضح أن ميليشيا الحوثي وبدلا من استجابتها لمطالب المعلمين وباقي موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة وتخصيص إيرادات الدولة المنهوبة والتي تقدر خلال الأعوام 2022-2023 ب4,260 مليار ريال من قطاعات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والنفط والغاز والاتصالات لصرف مرتباتهم بانتظام عمدت إلى تنفيذ عمليات اعتقال واعتداءات ممنهجة بحق قيادات نقابية وإعلاميين وصحفيين ونشطاء رفعوا هذه المطالب. وأشار الإرياني إلى أن هذه الجريمة النكراء ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد نفذت ميليشيا الحوثي منذ انقلابها أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الكادر التعليمي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها من قمع وتنكيل وسياسات الإفقار والتجويع الممنهج، وكذا نهب المرتبات طيلة 9 أعوام وتجريف العملية التعليمية ضمن مخططها لهدم وتجريف مؤسسات الدولة. وطالب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لإطلاق فوري لرئيس نادي المعلمين ووقف سياسات الإفقار والتجويع الممنهج بحق الكادر التعليمي ونهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتباتهم بانتظام
وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014. بحث لقاء عقد في مدينة مراكش المغربية ضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب والمالية سالم بن بريك والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج. ناقش التحديات التي تواجه اليمن في مجالي الغذاء والطاقة. جاء ذلك ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تحتضنها مدينة مراكش خلال الفترة من 9 حتى 15 من أكتوبر الجاري بمشاركة ممثلي أكثر من 189 دولة حول العالم وكذا مسؤولين وخبراء من البنك وصندوق النقد الدوليين. وأكد وزراء التخطيط والمالية والشؤون الاجتماعية الحرص على أهمية حيادية واستقلال المؤسسات الوطنية واتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة في حالة المساس بذلك، كما استعرض وزير التخطيط والمالية الوضع الاقتصادي والتحديات في اليمن وأهمها أزمات الغذاء والطاقة والتي تفاقمت بشكل كبير بسبب الأوضاع في العالم وخصوصا الأزمة الروسية والأوكرانية. فيما أكد الوزير باذيب أهمية دعم البنك الدولي لليمن عبر محفظة البنك في اليمن والبرامج الإغاثية والتنموية ومدى إسهام ذلك الدعم في إحداث تحسين بمعيشة المواطنين، مجددا التأكيد على تطلع الحكومة لتوسعة فتح مكتب البنك الدولي في عدن واستعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لتسهيل تدخلات البنك والإسهام بتحقيق الاستقرار والتنمية على المدى الطويل. من جانبه أكد وزير المالية على أهمية مواصلة البنك الدولي دعم وتوسعة مشاريع الحماية الاجتماعية في اليمن ومن ضمنها الحوالات النقدية ودعم الدمو الشامل وخلق فرص عمل للإسهام بزيادة القدرة الشرائية لدى الأسر الفقيرة. بدوره جدد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأكيده حرص البنك الدولي على استقرار اليمن ومواصلة جهود البنك لحشد كافة الموارد المتاحة لدعم اليمن والمشاركة في تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي المنشود. ناقش وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي بالعاصمة المؤقتة عدن آليات تفعيل عمل المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وتشكيل مجلس مديرين المؤسسة العامة للنفط والغاز لإقرارها من مجلس الوزراء. وأوضح وزير النفط والمعادن أن انعقاد الاجتماع يأتي لمناقشة المواضيع ذات الصلة والذي يأتي بتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بتفعيل نشاط المؤسسة وتعزيز مهامها تسيير الأعمال والأنشطة للهيئات والمؤسسات التابعة لها لمواجهة التحديات والصعوبات التي تعيق سير الأداء. وأكد الدكتور الشماسي حرص الوزارة على وضع رؤية لتطوير العمل وتعزيز الأداء في كافة مستويات الوحدات والمؤسسات التابعة لقطاع النفط والمعادن، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود والتعاون في معالجة المعوقات وسبل تجاوزها، تقديم الوزارة كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام عمل المؤسسة بما يمكنها من القيام بتنفيذ المهام المناط بها. هذا ووقف الاجتماع أمام عدد من المقترحات والملاحظات حول المواضيع المتعلقة بمشروع اللائحة التنظيمية للمؤسسة والهيكل التنظيمي والميزانية التشغيلية التقديرية للمؤسسة وما يرافقها من جوانب إدارية وفنية ومالية. شاركت بلادنا في اجتماع الدائرة المستديرة رفيعة المستوى حول مسارات التحول الزراعي في بلدان شرق آسيا التي نظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد بمدينة مراكش المغربية بوفد ترأسه وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري. وأشاد الوزير السقطري في كلمة اليمن التي ألقاها في الاجتماع بالجهود التي يبذلها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد ودعمه المقدم لليمن من خلال الاستثمار في العديد من المشاريع الزراعية ودعم تنمية الفرص الاستثمارية للقطاع الزراعي والسمكي، مؤكدا بأن اليمن بذلت جهودا كبيرة في النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام وتسعى نحو الاستفادة والاستغلال الأمثل للدعم الذي تقدمه المنظمات الإقليمية والدولية والمانحون وفي مقدمتها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وذلك في إطار التوجه نحو الاستثمار في المشاريع ذات التنمية المستدامة لبلادنا وخصوصا في ظل الحاجة الملحة لها، وذلك بعد سنوات من الحرب التي شهدتها البلاد والتي تم التركيز خلالها على مشاريع الاستجابة الطارئة. وأشار وزير الزراعة والري والثروة السمكية إلى أن اليمن ورغم التحديات إلا أنها تتجه نحو التعافي التدريجي
من تلك الأزمات. ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي مع رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر الأسور. ناقش أوضاع جامعة عدن إداريا وأكاديميا وطلاب المبتعثين العائدين من الجامعات السودانية والراغبين في استكمال دراساتهم في الجامعة. واستعرض الأسور لمحة حول اللقاء التشاوري الذي تعتزم الجامعة تنظيمه خلال الفترة من 30 وحتى 31 من ديسمبر المقبل، والذي يهدف للارتقاء بجودة مخرجات جامعة عدن بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل. ووجه وزير التعليم العالي ووكلاء قطاعي الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالوزارة بالمشاركة في اللقاء التشاوري بأوراق علمية. بحث وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي نبيل عبد الحفيظ مع نائبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ندى ناشف سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بخصوص التقارير الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان ورفع قدرات فريق إعداد التقارير وتدريب الكادر الوطني. وتطرق وكيل وزارة حقوق الإنسان في اللقاء على هامش أعمال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى مستجدات الأوضاع الإنسانية في اليمن في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها الجسيمة تجاه حقوق الإنسان منذ انقلابها على الشرعية الدستورية قبل 8 سنوات، وإشعالها حربا أهلية في البلاد تنفيذا لمشروع إيران التخريبي في المنطقة، لافتا إلى استمرار التضييق الحوثي على النساء وحرمانهن من حرية التنقل والتحريض عليهن واعتقال واختطاف المئات منهن. ونوه إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لتوثيق الجرائم والانتهاكات وإصدار التقارير بمهنية وحيادية وموضوعية، مؤكدا على أهمية تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع اللجنة ودعمها فنيا وتقنيا لتعزيز دورها وإنجاز مهامها وفقا لقرارات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. من جانبها أشادت المسؤولة الأممية بجهود الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في رصد الانتهاكات والتصدي لها، مؤكدة دعم المفوضية للوزارة في احتياجاتها ومتابعة القضايا الحقوقية والإنسانية. بحث المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الركن الدكتور فائز غلاب مع الملحق الأمني بالسفارة اليابانية لدى بلادنا والسكرتير الثالث بالسفارة التعاون المشترك والتنسيق الأمني وتعزيز التعاون لتدريب وتأهيل منتسبي وزارة الداخلية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتطرق اللقاء إلى دور اليابان في دعم وتنفيذ بعض المشاريع التي تقدمها إمبراطورية اليابان لبلادنا في الوقت الراهن. من جهته أشاد الملحق الأمني بالسفارة اليابانية بتعاون وزارة الداخلية وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، معبرا عن تطلعه لمزيد من التعاون خلال المرحلة القادمة. طالبت ندوة حقوقية عقدت في مقر مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف بسويسرا بتبني ملف الصحفيين اليمنيين وبذل المزيد من الجهود والضغوط الدولية لوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية بحقهم. وأكدت الندوة التي نظمتها رابطة معون لحقوق الإنسان والهجرة بالشراكة مع منظمة المحامين الدوليين واتحاد الحقوقيين العرب ومركز جنيف للعدالة على ضرورة العمل على إنهاء معاناة الصحفيين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وتوفير الحماية اللازمة لهم. وأوضح مدير المرصد الإعلامي اليمني رماح الجبري أن الميليشيا الحوثية أظهرت عداءها بشكل صريح تجاه الصحافة التي ترى أنها تهدد مشروعها الطائفي والعنصرية الذي يعتمد على التضليل والتجهيل، لافتا إلى أن الميليشيا الحوثية تسببت بمقتل 445 صحفيا منذ انقلابها على الدولة وقامت باختطاف أكثر من 500 صحفي وترفض حتى الآن الإفصاح عن مصيرهم أو مصير معظمهم. بدوره أشاد رئيس رابطة معون لحقوق الإنسان المحامي محمد علي علاو إلى أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدوره في إنهاء معاناة المدنيين الأبرياء في اليمن وإنقاذهم من الجرائم والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية، مؤكدا أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تتحمل مسؤولية المعاناة والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني منذ العام 2014،
كما تحدثت خلال الندوة الأمينة التنفيذية للجنة المعنية بحالات الإخفاء القسري في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان البان وروفيت بالسكو والباحث في مركز جنيف للعدالة الدكتور مارتن براون عن الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية بحق الصحفيين والمدنيين، وأهمية تدعيم الاحتياجات الأساسية للحكومات التي تعبر عن شعوبها. ناقش رئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم القباطي في العاصمة المؤقتة عدن مع خبير الكشف والتفتيش عن الأسلحة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وولف كريستيان تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في مجالات مكافحة التهريب ولا سيما المواد الكيميائية والأسلحة والمخدرات في خليج عدن والبحر الأحمر، وكذا بناء قدرات موظفي الجمارك واستعرض اللقاء جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب بمختلف أشكاله وشبكات المتورطة بالتهريب والاتجار غير المشروع بالأسلحة ودور الضابطة في الجمركية بمراقبة الإجراءات المتبعة في استيراد المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج، وذلك بموجب تصاريح مسبقة من الجهات المختصة وكذا المضبوطات الجمركية ذات العلاقة بالسلاح والمواد الكيميائية. كما تطرق اللقاء إلى إسهامات مصلحة الجمارك في حماية الأمن القومي الوطني وتعزيز الأمن الدولي وأبرز احتياجات المصلحة وأوجه الدعم الدولي للإسهام في النهوض بالعمل الجمركي وتنمية مهارات ومعارف كوادر الجمارك وتحقيق مصلحة الجمارك المزيد من الإنجازات. دبلوماسيا، بحث سفير بلادنا لدى بغداد الخضر مرمش مع رئيس مستشارية الأمن القومي العراقي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجال التعاون الأمني وتبادل المعلومات والتنسيق في مكافحة الإرهاب. وجرى خلال اللقاء مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في البلدين لنقل المحكومين. من جانبه أبدى رئيس مستشارية الأمن القومي العراقي استعداده التواصل مع وزارة العدل العراقية للإسراع بتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين. الآن مشاهدينا الكرام إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 24 الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.
ختام النشرة مشاهدينا الكرام، ولمن فاتته التفاصيل عودة لتذكير بأبرز وأهم العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي ملك المملكة الأردنية الشقيقة بوفاة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت. هيئة رئاسة مجلس النواب تدون وتستنكر الغارات العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تستهدف المدنيين الأبرياء. رئيس الوزراء يتسلم رسالة خطية من نائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد تتعلق بالعلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة الرئيسية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية. أزكى تحية من طاقم العمل. للمزيد زورونا على مواقع التواصل الاجتماعي. أنتم ونحن في رعاية الله.